العلم الامريكي موجود فيه 50 نجمه، وال50 نجمه دول بيعبروا عن عدد الولايات في الولايات المتحده الامريكيه. يا ترى بقى ايه هما اكبر 5 ولايات في امريكا؟ رقم 5 ولايه نيو مكسيكو. الولايه دي مساحتها تقريبا 314 الف كيلومتر مربع، يعني مساحتها اكبر من مساحه دوله زي ايطاليا مثلا. رقم 4 ولايه مونتانا. ولايه مونتانا مساحتها 380 الف كيلومتر مربع تقريبا، يعني الولايه دي اكبر من مساحه دوله زي المانيا مثلا. رقم 3 ولايه كاليفورنيا. ولايه كاليفورنيا مساحتها تقريبا 423 الف كيلومتر مربع، وده معناه ان دوله زي النرويج مثلا مساحتها اصغر من ولايه كاليفورنيا. رقم 2 ولايه تكساس. الولايه دي مساحتها حوالي 695 الف كيلومتر مربع، وهتتصدم لما اقول لك ان ولايه تكساس اكبر من مساحه دوله زي فرنسا اللي هي ثالث اكبر دوله في اوروبا. ورقم 1 ولايه الاسكا. الاسكا مساحتها 1,723 الف كيلومتر مربع. تتخيل ان مساحه الاسكا لوحدها اكبر بحوالي 3 مرات من مساحه دولة